السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. ماشي فيديو جديد وانما تتم الفيديو اللي قبل ان شاء الله. غادي نهضروا من خلال ديالو غادي الطريقه اللي وريتكم المكونات ديال النظام الغذائي. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نقدمها بهذاك الشيء، المواد البسيطه اللي تنقدمها انا شخصيا للطويرات ديالي، يعني النظام الغذائي اللي تنتبعو انايا شخصيا للطويرات ديالي. وانما اللي بايزيد شي حاجه راه غادي نوضحوا كلشي في الفيديو ان شاء الله كما غادي تشاهدوا معنا. لاول مره راه تيشوف الفيديو وما مشتركش عندنا في القناه، مرحبا بك في القناه ان شاء الله غادي تعجبك يعجبك المحتوى. الا كنتي من عشاق تربيه الطيور هاد الهوايه غادي نحببوها لك ونوصلوها لك باحسن صوره ان شاء الله باذن الله. يلا معنا دابا راه بغيت نقاد لهم الخضراء، داكشي اللي تنقدم لهم في جميع المراحل غادي نشاركها معكم. داكشي اللي تنخدم به انايا حتى ولاو الطويرات ديالي في صحة جيدة الحمد لله كما تشاهدوا معنا. كلشي في صحة جيدة ولله الحمد. معنا السي بوبيز حتى هو يلاه إلا قرب يخرج من البدالة، ما تخليها مؤخرا حيت صغير في العمر. هادشي اللي كاين اخوتي، يلا معنا. هذا بما يتعلق بالخضروات، تقدم بهذه الطريقه يوما في الاسبوع، جوج مرات في السيمانه خصك تعطيهم خضيره خصيصا فواكه ديسير بحال بحال ضروري يوما في السيمانه ضروري، هذه سواء في البداله وماشي في البداله ضروري هادو يكونوا في السيمانه. دابا غادي ننتقلوا لحاجه اخرى. دابا خوتي غادي ننتقلوا للحبوب اللي تنقدمها انا للطويرات ديالي باش يكونوا في صحه جيده. الحاجه الاولى هادشي الزوان راه رئيسي، ما تقولش لي راه الزوان ما ذكرتوش، حبيت زريت كثر ها هي كديرة. مقابع زريت كثر تتعاونهم في الوقيتة ديال البدالة 100% الأولى، يعني داكشي اللي تنقدم لهم أنا وما ذكرته في الفيديو. ولكن كاين حبوب ما تعطيهمش انايا ما عنديش، وكان عطي حاجه اخرى بديل ديالها كاين هذا قليل فين غادي عند من غادي تلقاه زريت الكيف، ولكن انا ما كنخدمش انا زريت الكيف، كنخدم عاجي راه لك السابه الكبار راه غادي يعرفوا عاجي ديال الخرشوف هجوج زريت الكتان وزريت الخرشوف. كاين زريت شاردو ماري او مانيتوبا، هذه بالنسبه اللي عنده مقنين الحسون، ولكن ترى كنعرف ياكلها ولكن ما تاكلهاش بزاف. كاين هذه معروفه عند الجميع بذور النيجر، زريت هذه من النيجر، زريت النيجر كما قلنا، زريت الكتان، زريت الخرشوف، شاردو ماري او زريت الشوك النيجر. هاد ربعة الحوايج تنخدم بيهم انا، والبيض البيض ضروري، والميلوز الميلوز راكم عرفتو الميلوز ديال الكنار راه ضروري حتى هو بالنسبة للكنار. هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبة لطريقة التقديم. دابا غادي نهضرو على طريقة التقديم هاد الحبوب كاملة. زريت الكتان ممكن انك تقدمها يوميا بشكل يومي، خصوصا في مرحلة تغيير الريش. زريت الخرشوف
مره في الاسبوع، مره في الاسبوع، ولكن ضربها مولينكس باش ترم شويه راه كبيره وقاصحه. شرط دوماري مره جوج المرات في السيمانه بهذا اللي قلت هذا في بهذه الطريقه هذه هي والنيجر. نهار غادي تعطي النيجر ما تعطيش هذيك الزريد زريد الشوكه وزريد شرط دوماري. هذا الشيء اللي كاين يعني زريت لك تقدر تقدم معها الزوالي بشكل عادي ما تخاف عليها والو، وكاين زريعه كحله حتى هي طلبها مولينكس. هادشي منتوج ديالي الخاص، هادشي راه تنتجو انايا زريعه كحله شي حاجه كاليتي وعامره كامله. هادي حتى هي بشكل يومي ولا على حسب الاختيار ديالك انت. والبيض، البيض مسلوق، بيض مسلوق مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه، جوج مرات في السيمانه في وقت البداله وقت البرد. اما الى فات البداله وجا الصيف، الصيف ترفض لانك ما تعطيش الطويلات ديالك البيض مسلوق في الصيف الا كان عندهم الفراغ. هادشي اللي كاين، هاد الطريقه باش غادي نقدمو هذا، غادي نعطيو واحد الكرد اللي كان راه تيموت عليك. حتى هنا غادي نكونو وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله نال الموضوع الإعجاب ديالكم، ونتمنى الطير عطية كل هداك، نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم والتفاعل ديالكم الإخوان. يعني الفيديو الجاي غيكون النظام الغذائي للتجهيز.